اتعلمت ايه من يوسف شاهين؟ اول حاجه دي. تاني حاجه ان الحاجه اللي كانت بتبهرني في يوسف شاهين بكل تاريخه ده، انه لما بيدخل فيلم كانه بيعمل فيلم الاولاني، عمره ما تعامل مع ان هو اكبر من الفيلم. دايما الفيلم يعني مش واحد بيمد ايده الشمال على الرف اللي وراه ويجيب الاخراج بتاع الفيلم، لا ده واحد عنده تواضع قدام الفيلم بتاعه، ان دايما حاسس ان الفيلم اكبر منه، ها، وانه لازم يديله طاقه زياده، ولازم يعني حاجات دي حاجات ثمينه. الجانب التقني يعني التكنيك والحاجات دي بتعلميها بسرعه شديده، مش بتاخد وقت. انما يعني ايه بلاتو، يعني ايه تحضير، ها، يعني ايه سيناريو، ها، يعني ايه انك تبقي جاهزه وانت داخله، ها، بتصوري. عنده جمله شهيره جدا يوسف شاهين كان، وانا بعمل ده وكل الناس اللي طلعوا معانا، رضوان الله يرحمه، كلهم بيعملوا نفس الحكايه، انك انت بتروحي عندك عارفه ايه اللقطات اللي هتعمليها بالظبط، بيسموها ديكوباج، وعارفه مكان الكاميرا، وعينتي مكان التصوير قبل كده، واشتغلتي مع الممثلين قبل كده، فبتيجي بتصوري وعندك وجهه نظر. اللقطه يعني لقطه ليها بدايه ليها نهايه، بتركب على لقطه بعديها، مش بنصور من 90 زاويه مختلفه. فيلم جميل لك، باب الشمس. ويعني الحقيقه واحنا بنتكلم دلوقتي هو قد يكون وثيق الصله بما يحدث حولنا حاليا. يعني كان في عرض في روما من اسبوعين 10 ايام لباب الشمس، النسخه المرممه من الفيلم، اللي هي يعني ايه، الفيلم ده اختفى بقى له 20 سنه. ودلوقتي رجع في نسخه جديده، تم ترميمه يعني. تم ترميمه يعني قابل للعرض في دور العرض الجديده اللي هي ديجيتال، اللي هي بتعرض الافلام مش شريط فيلم، انما عرض رقمي. وطبعا في جمهور بقى بيتناقشوا بتاع الواحد واجهه، واللي الواحد كان حريص انه يوضحه، ان التاريخ ما ابتداش يوم 7 اكتوبر. 7 اكتوبر ده كله عايز بيتكلم عن 7 اكتوبر، يا جماعه الموضوع اهو. ده انه ممتد من زمان. ممتد من سنه، على الاقل من سنه 48. لا لو احنا بنتكلم عايزين نتكلم عن سبعين، وباب الشمس بيحكي عن ده. ايه باب الشمس؟ باب الشمس قبل ما يكون فيلم كان روايه عظيمه لكاتب كبير جدا اسمه الياس خوري. وبنصح كل الناس انها تقرا الروايه دي، لانها فعلا ادبيا شيء يعني، ولغويا بديعه، وبناها عامل زي الف ليله وليله، كل الحكايات. ايه موضوع باب الشمس الروايه؟ هي ان الياس خوري قعد على مدى سنين يروح المخيمات الفلسطينيه الموجوده في لبنان، ويحاور كل الناس اللي عاشوا النكبه، يحكوا له الحواديت بتاعه النكبه، عاشوا ايه وشافوا مين واتنقلوا منين لفين، وايه اللي حصل لهم لما اتنقلوا، اللي هو من سنه 1948 من 48 لحد يعني ايه الناس اللي عرفت فلسطين من ايام ما يقال يعني عنها النكبه. وعمل من ده روايه عامله زي الف ليله وليله فعلا، بالتشابكات بتاعتها والحكايه اللي بتدخلك في حكايه تانية، ورواه مختلفين، ناس يعني كذا صوت بيحكي. لما انا الفيلم ده اتعرض عليا ان انا اعمل فيلم عن الفلسطينيين من قناه ارتي الفرنسيه. والمنتج اياميها منتج فرنساوي جالي في البيت وقال لي يسري عايزينك تعمل فيلم عن الفلسطينيين. اولا في مخرجين فلسطينيين عظيمين، ليه جاي لي انا؟ في إليا سليمان، في هاني ابو اسعد، في نجوى نجار، في ان ماري جاسير، يعني في فلسطينيين مخرجين كبار، ليه عايزيني انا اعمل؟ يعني بتدور على الحدود. فانت ليه جاي بتقول لي انا كمصري ان متوقعين ان انا اعمل فيلم عن الامور الفلسطيني اللي بيحب الاموره الاسرائيليه ويعيشوا في التبات والنبات، او روميو وجولييت؟ مش هعمل ده. لكن الفيلم لم يكن بهذه خالص. فكر، قعد يقول لي فكر. قلت له اوكي، انا قريت الروايه دي سنه 98 ومن ساعتها عايز اعملها، لو هم موافقين ان انا اعمل الروايه دي اللي ما فيهاش ده خالص. قعدنا
نطلع من الرواية سنترد على حاجة، أكتر حاجة شدتني في الرواية اللي هي جملة كده بيقولها الراوي للراجل اللي في غيبوبة وعايز يبقيه على قيد الحياة، أنت ما كنتش بطل بس عشان كنت مقاتل، أنت كنت بطل كمان لأنك كنت عاشق. فلسطين كانت البلاد، خلينا نرجع للأول. سبت عيونه عشاري بلحم اسمي وعسل من شفايفه بلحم اسمي. ايه يا نهينا يا نورة، فؤادك حيث شئت من الهوى، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، كم منزل في الأرض يألفه الفتى. وحنينه، حنينه أبدا لأول منزلي، أبدا لأول منزلي. أنا أفلامي كلها بتدور حوالين ظروف سياسية كبيرة ماليش يد فيها، الشخصيات مالهاش يد فيها. طب بيعملوا إيه عشان يظلوا على قيد الحياة؟ بيعملوا إيه في الظروف دي؟ فهنا الحدود يعني باب الشمس كرواية وكفيلم. حقيقة الأمر إذا لازم نستعمل كلمة مقاومة، ومش عيب على فكرة يعني، هو في خلاصة يعني في أشنع الظروف، يعني أنا اللي هي حرب واحتلال والحاجات دي كلها، في ناس جميلة جدا يعني بتحاول تعيش، بتحاول تحب، بتحاول تربي عيالها،